صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ندرك مهديكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا فاستغني بالذكر الحميد عن الدنيا فذا عين الخلود، وشأن الدهر إرهاق الموالي على حنق، وإعزاز العبيد أجل طبع الزمان لهم حسود، وهم كانوا قذا عين الحسود. إلى أن يقول الشاعر وحيدا وحيدا يا أبا عبد الله، وحيدا ما صفا بالجمع إلا وكايا، يا للنصر حلفيا للوحيد، وطالوا لم يغسل شبل طه، الميت يغسل يكفن يصلى عليه يوضع في ملحودة قبره، لكن الشاعر ينقل صور مبجعة ومقرحة للقلوب. أيها الأحباب، بقلوبنا بأرواحنا نستمع له. وقالوا لم يغسل شبل طه، ألم يك غسله فيض الوريد؟ وقالوا لم يقل يا يبوى العوادي تقلبه، وويلاه ومصيبته على وجه الصعيد. وقالوا
الكفين والسوافي عليهن سجن ضافية البرود وقالوا لم يشيع فوق العشين. أيوا حسينا أيوا ويلاه ومصيبتك تشيع الجنائز للحود. فقلت إذن لمن في الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد. وتلك بنات نعشين ابنساه سرين توائب عين قمر السعود. وكأني بالعقيلة زيني قالت خويا عادة الميت يحضرون هلايا. وهذه العادة الأولى أحبابي كلكم أهل دمعة وأهل بصير ومجالس ومعرف. خويا عادة الميت يحضرون هلا وعلى رد الصوت كل همها رولا. هذا جايب ماي ذاك يغسله وهذا جايب جفن ذاك يفصله. وبعد يا شاعر هذا يحفر قبر ذاك ينزله. هاي عاد المجرى وهالكربله الصاير ظل ثلاث ايام ابن سيد الملك. خويا عاد عاد من عادة اليوقع بالاكوان ويصير لان الشاب نيشان تهد اخوتي وتنسف الجيمان يحولون لبخطة الميدان ويفيون لبطراف الاردان ويزقوه ما ينشان عطش يا عيان. زينب تقول شاعتذر منك ما ليلسان فزعنا لك من الخيم نسوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن إمامنا الحجة من آل محمد مخاطبين جده الحسين فبدأوك بالحرب وثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بسيف ذي الفقار كأنك علي المختار. طيبوا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. تعجينا لفرج إمامنا بقية الله في أرضه وحجته على عباده الثانية بأعلى أصواتكم. هذه العبارة أو الفقرة أيها الأحباب وردت في زيارة عظيمة
في مضامينها، وهي زيارة الناحية المقدسة. الحديث في هذه الزيارة حديث طويل ومتشعب كثيرا، فنجعل حديثنا هذه الليلة على خمسة محاور إن شاء الله. في كل محور نختصر ونوجز الحديث معكم أيها الأحبة. المحور الأول: الزيارة أوردها جملة من علمائنا الأعلام. وردت الزيارة في كتاب المزار لشيخنا الشيخ المفيد، تناقلها أكابر عن أكابر، وأوردها كذلك السيد المرتضى الشريف المرتضى، وهو أحد تلامذة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد سنة 413 هجرية أحبابي، تلميذه السيد المرتضى المعروف الشريف المرتضى، نقل الزيارة وكان يعتمد عليها كثيرا في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يقدمها على سائر الزيارات. وهكذا تناولها العلماء مرارا من ابن طاووس انتهاء إلى فخر المحققين أو نهاية المحققين، المحقق النوري أيها الأحباب. وأوردها جعفر بن محمد المعروف بالشيخ المشهدي أو بابن المشهدي، عنده كتاب اسمه المزار الكبير. في كتابه هذا أورد زيارة الناحية المقدسة. الشيخ المشهدي أو ما يعرف بابن المشهدي له مشايخ عدة أحبابي ينقل عنهم، منهم السيد ابن زهرة المعروف، ومنهم الشاذان أو شاذان ابن جبريل القمي من مشيخته. الشيخ المشهدي في المزار الكبير ذكر عبارة في غاية الأهمية أحبابي، قال: نقلت فنون الزيارات عن الأئمة السادات من خلال الرواة الثقات، وعمدت إلى حذف الأسانيد وذلك طلبا للاختصار. الآن ذكرت المصادر، مصادر الزيارة: المزار للمفيد، نقلها الشريف المرتضى، نقلها ابن طاووس، نقلها المحقق النوري، وكذلك نقلها ابن المشهدي في المزار الكبير. الزيارة اشتهرت شهرة عظيمة بين علمائنا، وهنالك قاعدة يستند عليها جملة من الأعلام: الشهرة جابرة لضعف الرواية أو الزيارة، حتى إذا كانت الرواية سندها ضعيفا وعمل بها الفقهاء والعلماء، فعملهم بالرواية أو بالزيارة يكون جابراً لضعفها أيها الأحباب، وأهل التخصص وأهل المعرفة يدركون ذلك. بل علاوة على ذلك اعتمد عليها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في فتواه أيها الأحباب، في مقام الاستنباط. وتعلمون أيها الأحبة أهل المعرفة يدركون أن الفقيه لا يعتمد على دليل معين إلا وقد أفرغ من حجيته، فكانت معتبرة عنده وكان يستشهد فيها بفتوى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. الزيارة مضامينها عالية جدا بغض النظر عن إسنادها وعن المصادر التي ذكرتها أيها الأحبة، مضامينها عالية وسامية وقيمة في النفوس. الذي يقرأها بإمعان وتفكر وتأمل يطمئن أنها لن تصدر إلا عن معصوم،
هذا المحور الأول ما يتعلق بمصادر الزيارة. المحور الثاني جهة التسمية لهذه الزيارة، زيارة الناحية المقدسة. أنا عملت هذه الليلة إلى جعل الحديث عقائدي معرفي يتعلق بالقضية الحسينية، خصوصا بهذه الزيارة ونحن في أجواء شهر محرم أيها الأحباب، وقراءة هذه الزيارة من الأمور المستحبة والمهمة في الحقيقة، هي مقتل متكامل لسيد الشهداء كما سنأتي على ذلك. تسميتها بزيارة الناحية المقدسة، تعلمون أحبتي أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف له أسماء عديدة وردت في القرآن وفي الروايات، منها سمي بالغريم، منها سمي بالصاحب، منها سمي بالمنتظر، منها سمي ببقية الله، جملة من التسميات جاءت عوضاً أو استعاضة عن اسمه الواقعي الذي على اسم جده رسول الله محمد. لأنه كني النبي، كنيته كنية رسول الله واسمه اسم رسول الله، فجاءت جملة من الروايات تكني الإمام عوضاً عن اسمه، لأنه توجد روايات في ظاهرها تحرم تسمية الإمام باسمه، بعضها قالت من سماه باسمه فهو كافر. لذلك العلماء المتقدمون كان بعضهم يرى حرمة تسمية الإمام باسمه الذي على اسم جده رسول الله، يسمى ببقية الله، بالمنتظر، بالحجة، بالقائم، بالغريم، بالصاحب، الولي إلى آخره، بالناحية المقدسة أيضا من جملة هذه الأسماء. لذلك المحقق الدامات من كبار علماء الشيعة الإمامية له رسالة في حرمة تسمية الإمام باسمه، ناقشه فيما بعد أيها الأحباب الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، عند رسالة اسمها كشف التعمية في حكم التسمية، وأجاز تسمية الإمام باسمه، قال تلك الروايات التي تحرم تسمية الإمام باسمه ناظرة للتقية إلى سقف زمني معين فيجوز تسمية الإمام باسمه. واليوم هذا هو رأي مشهور علمائنا المعاصرين، يجوز تسمية الإمام باسمه أيها الأحباب. فجاءت الزيارة بهذه التسمية، زيارة الناحية المقدسة، كناية أو إشارة عن الإمام الحجة، أي أنها صادرة من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا جهة التسمية المحور الثاني. المحور الثالث خصائص هذه الزيارة، زيارة الناحية المقدسة. أولاً تعد وثيقة تاريخية تحدثنا عن سيرة الإمام الحسين من المدينة وحتى شهادة الإمام عليه السلام. ثانياً تعتبر وثيقة إدانة لغلامة سيد الشهداء، لأنها مقتل على إيجازه متكامل، ووردت فيه صور مفجعة وصور تحدثنا عن شجاعة الإمام الحسين ما لم ترد في كتب المقاتل الأخرى. أنقل فقط لوحة واحدة، صورة واحدة ينقلها لنا الإمام روحي له الفداء وكأنه حاضر في أرض كربلاء أيها الأحباب. المقطع الذي بدأت به في بداية حديثنا، الإمام الحجة يقول فبدأوك بالحرب. كلمة بدأوك نفهم منها أن القوم هم الذين بدأوا الإمام بمن؟ بالقتال. قال أكره أن أبدأهم بمن؟ بالقتال. فبدأوك بالحرب فثبت للضرب والطعن. كلمة ثبت فيها دلالات عظيمة أحبتي، شدة السهام، النبال، الرماح التي وجهت إلى الإمام الحسين كثيرة. الإمام الباقر يقول أكثر من 360 جراحة وطعن وضربة أيها الأحباب في درع الإمام الحسين فقط، 360 طعنة وضربة. بعض الروايات قالت حتى صار الدرع، درع الإمام الحسين الشريف أحبابي،
كأنه الريش المكتظ يعني المتجمع على جسد الطائر. حميد ابن مسلم يقول: كنا لا نرى شخص الحسين في أرض كربلاء من شدة السهام والنبال والرماح على مقدمة صدره الشريف. أحبابي، هذا غير رواية 1900 ضربة وطعنة وروايات عديدة أوردها العلامة المدرسي في بحار الأنوار. يبين لنا الإمام الحجة صورة الثبات وثبات الجيش للإمام الحسين، فثبت للضرب والطعن أيها الأحباب، فثبت للضرب والطعن بعد، وطحنت جيش الفجار. كلمة طحنت أي أن الإمام الحسين، هذا مو قضية مبالغات أحبابي، الإمام ما يتكلم قضايا مجازية أو فيها مبالغة، صور حقيقية ينقلها الإمام الحجة ما لم ينقلها أحد أبداً. ارجع الآن إلى كتب المقاتل في الحقيقة. فثبت للضرب والطعن وطحنت جيش الفجار، طحنت أي جعلتهم إرباً إرباً، لذلك انتقموا من الإمام الحسين عليه السلام وطحنوا الصدر الشريف بالخيول الأعوجية انتقاماً وحنقاً وحقداً، لأن الإمام جعلهم أحبابي إرباً إرباً، والإمام يتحدث المعصوم مو إنسان اعتيادي. وطحنت جيش الفجار واقتحمت قصقل الغبار، هذا ما موجود في المقاتل. الغبار حينما تثار غبرة عظيمة في ساحة القتال تضرب سنابك الخيل الأرض بأرجلها الخيل فتثار غبرة عظيمة. ما أوقفت الإمام الحسين هذه الغبرة، هذه العجاجة من التراب، اقتحمت قصقل الغبار مجالداً بسيف ذي الفقار كأنك علي المختار. فلما رأوك، نص قول الإمام، ثابت الجيش غير خائف ولا خاش، نصبوا لك غوائل كيدهم وقاتلوك بمكرهم وشرهم، وأمر اللعين جنود فمنعوك الماء وورود، وأنت مقدم بالهبوات. الهبوات السيوف القاطعات أيها الأحباب. بودي أن نتأمل في هذه العبارة العجيبة حقيقة من الإمام سلام الله عليه، وأنت مقدم بالهبوات محتمل للأذيات، ولقد عجبت عن صبرك ملائكة شنو؟ سماوات. نزلت الملائكة، يقول الإمام الباقر لما التقى الجيشان، جيش عمر بن سعد وجيش الإمام الحسين، رفرف النصر على رأس الحسين، عرضت الملائكة نصرتها لسيد الشهداء، وخير الإمام تقول الرواية بين النصرة وبين لقاء الله فاختار لقاء الله عز وجل. رفرف النصر يقول الإمام الباقر، ولقد عجبت عن صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح. الرواح من الزوال وإلى سقوط قرص الشمس، هذه الفترة فترة الرواح التي قاتل فيها الإمام وقتل مع أصحابه وأهل بيته أيها الأحباب. وأثخنوك بالجراح وأنت محتسب صابر، ليس لك ناصر حتى نكسوك عن جوادك، جزاك الله خير، فهويت إلى الأرض. شنو شنو أحبابي؟ إيش قال الإمام؟ ذكرت العبارة في ليلة البارحة، فهويت إلى الأرض جريحا. كتب المقاتل قالت صريحا، الإمام ينفرد في القراءة، في قراءة المقتل يقول: وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. وأشرت في ليلة البارحة أحب الذين كانوا موجودين، قلنا الجريح لا زالت الروح في جسده، تمام، أما الصريح خرجت الروح شنو من جسده، ويعني ذلك
أن جسد المولى أبي عبد الله تعرض إلى وطئ الخيول الأعوجية ولا زالت الروح في جسد الشريف. هذا غير وطئ الخيول لجسد الإمام لما كان صريعاً، هذا قراءة تختلف معصومية. تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلف في الانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأنت تدير طرفاً خفياً إلى رحلك وبيتك، إلى آخر قول الإمام عليه السلام. هذا أحبابي، هذه الصور العظيمة من شجاعة وبسالة الإمام الحسين لا تجدها في مقتل من المقاتل، وكلنا نسمع مقتل الإمام الحسين عليه السلام. لذلك أوصي الأحبة الشباب الإخوة الآباء هذه الليلة بالاهتمام بهذه الزيارة، زيارة الناحية المقدسة، المواظبة على قراءتها يعني خصوصا في أيام شهر محرم الحرام أيها الأحباب، وهي ورد بين العلماء ومشهورة شهرة عظيمة. أحبتي، هذا محور، محور أخير أيها الإخوة، الإشكالات التي أثيرت على هذه الزيارة. وردت بعض العبائر وبعض العبارات جعلت البعض كأنه يتحسس من مضامين هذه الزيارة، حتى وصفها بعض الأقول بالضعف. وردت بعض العبارات، نأتي على أهمها، أهم ما أثير حول هذه الزيارة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا، غفر الله لنا ولكم. العبارة الأولى، يقول الإمام الحجة روحي له الفداء أيها الأحباب، يقول: السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات، وتختلف إليها السبار الضاريات. أشكل البعض، قال: كيف تنهشها الذئاب العاديات؟ أجساد المعصومين محرمة أحبابي على السباع، فكيف تنهشها؟ هذا لا يستقيم المعنى مع ما هو ثابت عندنا بالطرق المعتبرة أن جسد المعصوم محرم على السباع. تمام؟ الجواب هين جدا وفي غاية البساطة. أولا، الإمام الحسين ذكر عبارة حينما خرج من المدينة إلى مكة ثم متوجها إلى كربلاء، قال: كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الإمام الحسين أراد بعسلان الفلوات هي الذئاب العاديات، إشارة إلى الذئاب البشرية وليست الحيوانية أحبابي كما يقولون. الإمام ذكر الصور الباطنية للذوات التي سوف تجابهه وتقاتله في أرض كرب وبلاء. كل إنسان بطبيعة الحال له صورتان، صورة ظاهرية الإنسانية وصورة باطنية تمثل عمل الإنسان إن كان صالحا وإن كان ماذا؟ طالحا. لذلك الإمام الحسين ذكر الصور الباطنية إلى أعدائه في كربلاء: كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، الذئاب البشرية وليست الذئاب الحيوانية أحبابي، بدليل أن الإمام قال فيما بعد: وتختلف إليه السباع الضاريات. كلمة تختلف أي تزوره وتأتي إليه وتحوم حوله، وعندنا روايات أن الوحوش في الفلوات بكت على الإمام الحسين والحيتان في البحار، فالعبارة لا إشكال فيها أبدا. العبارة الثانية: فلما رأينا النساء جوادك مغزيا، ونظرنا سرجك عليه شنو ملويا، فبرزنا من الخدور ناشرات الشعور. قالوا: كيف يتفق هذا الكلام
مع ذوق أهل البيت عليهم السلام، كيف نساء الحسين برزن من الخدور ناشرات الشعور، وهذا لا يجوز أمام الأجنبي. الجواب على ذلك أحبابي في 4 نقاط. النقطة الأولى، هنالك قاعدة بين العلماء ذكرها السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وذكرها جملة من أهل المعرفة من أصحاب المنبر الحسيني، قالوا قاعدة التبعيض في حجية الأدلة. حتى أبسط الصورة ما أعقدها بالمصطلحات أحبابي، أجيب مثال. عندنا رواية وردت من قبل أهل البيت عليهم السلام، رواية 9 أسطر مثلاً، 10 أسطر أقل أكثر، جنابك الكريم آني أنت نقرأ الرواية نفهم فحوى الرواية بشكل عام، لكن توجد عبارة كلمة كلمتان 3 كلمات لا نفقهها لا نفهمها، ما هو مراد المعصوم بها؟ يقول العلماء لا ترد الرواية كلها أحبابي، فقط يتوقف عند ذلك النص الذي لا نفهمه، نرد هذا النص إلى قائله، لا نفقهه لا نفهمه لا نرفضه بالضرورة، لكن نتوقف عنده أحبابي، نتوقف عنده. أما بقية الرواية إذا فهمت أو الزيارة إذا علم معناها فلا ترد لهذه العبارة التي وردت أين؟ في الزيارة. هذا يسمى التبعيض في حجية الأدلة، الروايات أو الزيارات أحبابي. هذا الجواب الأول. فإذا ناشرات الشعور إذا لا يفهم أحد معناها لا يحق له أن يرد الزيارة بأكملها أو أن يرفضها أو أن يضعفها. الجواب الثاني أحبابي، ابن الأعثم الكوفي، هذه معلومة مهمة، يقول في أرض كربلاء لما نزل الإمام الحسين عليه السلام أحبابي كيف جعل الخدر النسوي، خدر النساء شلون جعل الإمام؟ جاء بخيام أصحابه ضرب طوقا دائريا، جعل خيام النساء في وسط هذه الخيام، تأملوا معي، خيام الأصحاب أهل بيت من الرجال جعلها بشكل دائري كأنه، وجعل خيام النساء في وسط هذه الخيام، فلما سمعت النساء بمصيبة الإمام الحسين بمقتله فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور، ليس هذا الخروج خارج الخدر الحسيني أو الحرم الحسيني إنجاز التعبير، إنما كان ضمن الحرم الحسيني أحبابي، فلا يرى الناظر ولا الأجنبي إلى نصرة الإمام الحسين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، سابقاً أهل المعرفة يقولون النساء المفجوعات اللواتي يفجعن بالرجال بالأزواج أو بالإخوة أو بالأبناء يفتحن الضفائر تحت المقانع، فلا يراها الأجنبي تحت المقنع تحت الحجاب. الجواب الرابع، ناشرات الشعور، كلمة الشعور إذا ترجع إلى الجذر اللغوي مأخوذة من شعر أو شعرة، ومعنى الشعور من معاني اللغة العربية أي الوجد والأسى والمأساة والحزن، معاني عديدة كلها تصب في قالب واحد وهو الحزن. فلما يقول الإمام الحجة ناشرات الشعور فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور أي باديات ظاهرات للحزن والأسى والألم على الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، فيسقط الإشكال أيها الأحباب. العبارة الثالثة وأختم بها الحديث، قالوا توجد عبارة في زيارة الناحية المقدسة، أنا أطرح هذه الأمور أحبابي حتى تكون العقيدة قوية إن شاء الله، نتمسك بعقيدة صلبة أحبتي مستندها على منهج محمد وآل محمد. قال الإمام السلام على من دفنه أهل القرب. نحن عندنا كما هو المسلم بين علمائنا أحبابي وفقهائنا الأعلام، من الذي دفن الإمام الحسين؟ من؟ الإمام السجاد عليه السلام بالولاية التكوينية التي خصها الله تعالى لأوليائه،
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يستطيع الإنسان أن يطوي الأرض فيافي طويلة من خلال القرآن الكريم، ما أدخل في هذا الموضوع يأخذ منا وقتا على أي حال. فكيف دفنه الإمام السجاد، وكيف العبارة تقول السلام على من دفنه أهل القرى؟ شلون نجمع بين الوجهين أو الأمرين؟ أولا أحبابي، عندنا في باب البلاغة، في علم البلاغة، باب التغليب، تغليب أحد الطرفين على الطرف الآخر، سواء كان أقدم أو أسبق أو أقوى أو أظهر. مثال حتى أوضح الصورة باختصار وإيجاز، لما نقول صلاة الظهرين نقصد يا صلاة شباب، صلاة الظهر والعصر. لما نقول الوالدان يعني منو؟ الأب والأم. فتارة يغلب الأب على الأم، وأخرى الأم على الأب. إذا غلب جانب الأم على الأب يقال الوالدان، وإذا غلب جانب الأب على الأم ماذا يقال؟ الأبوان. لأن صلاة الظهر سابقة لصلاة العصر، فيقال صلاة شنو؟ صلاة الظهرين. فلما يقول الإمام السلام على من دفنه أهل القرى، هذا من باب التغليب، لأن أهل القرى هم بني أسد، هم بنو أسد، حضروا إلى دفن الإمام زين أو دفن الإمام الحسين مع الإمام زين العابدين، وهذا قضية تاريخية مشهورة. لكن لا يعني ذلك عدم حضور الإمام السجاد عليه السلام، لكن من باب التغليب أحبابي، من باب التغليب يسمونه هذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما ذكره أهل المعرفة لا تنافي بين المثبتات. شلون يعني؟ عندنا أدلة مستقلة تقول أن الإمام زين العابدين حضر لدفن والده الحسين عليه السلام، والزيارة تقول السلام على من دفنه أهل القرى. إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، يعني هذه العبارة لا تنافي هذه العبارة، وهذه العبارة لا تنافي هذه العبارة. يمكن الجمع بين الأمرين، أن الإمام زين العابدين بمعية بني أسد وارى هذه الأجساد الطاهرة أيها الأحباب في القبور، لذلك حضر الإمام زين العابدين وكذلك بنو أسد أيها الأحباب لدفن هذه الأجساد. بعد 3 أيام تسفي عليها ريح الصبا أيها الأحباب، هي دمعتك وعبرتك إن شاء الله الحضور هذا كله أهل معرفة وأهل بصيرة أيها الأحباب، نريد نقوي هذه المجالس بالدمعة ونقويها أيضا بالمعرفة على سيد الشهداء أيها الأحباب. وتوصية من قبل بعض الأحبة على منبر الإمام الحسين، أنه المؤسسات أحبابي التي تدعم الأيتام الفقراء، مؤسسة العين التي ترعاها المرجعية العليا أحبابي المتمثلة بالسيد علي السيستاني حفظه الله ورعاه ومد الله تعالى في عمره الشريف، لابد أيضا من حقيقة التحرك ومن الشعور بالمسؤولية أيضا اتجاه هذه المؤسسات، لأنها داعمة إلى فقراء أتباع مدرسة أهل البيت، أيتام شيعة أهل البيت، وحتى إلى غيرهم كما أعلم بذلك أيها الأحباب. وجزى الله تعالى القائمين على هذه المؤسسة لما تقدمه من خدمات عظيمة ووافرة إلى الأيتام، إلى المساكين، إلى المحتاجين، إلى أيتام آل البيت كما عبرت الروايات الشريفة عنهم أيها الأحباب. على أي حال، جاء رجال بني أسد، نساء بني أسد يأتين بالماء، ماء الفرات الجاري أيها الأحباب، وتأخرت النساء عن الحضور، خرج الرجال إلى النساء، فلما وجدوا النساء سأل بعض رجال بني أسد لماذا تأخرت النساء عن المجيء حينما ذهبنا يأتين بالماء، بماء الفرات. أنا أسألك الآن سؤال، لما ذهبنا يأتين بالماء، ماء الفرات،
ووصلنا إلى شاطئ العلقمي. أول مصيبة وجدنا نساء بني أسد. يا مصيبة، أنا أسئلة. مصيبة أبو فاضل أيها الأحباب، أبي الفضل العباس. لذلك وحدة من النساء بدأت تقرأ المصيبة، الفجائع اللي شافتها في أرض كرب وبلاء. قالت قصدنا نجيب الماي ونعود، لقينا بطل يم النهر ممدود. تبس تسمع مصيبة أبو فاضل، لا يوجد حقيقة مؤمن إلا وعيناه أيها الأحباب تسبل بالدموع. أي عين تصون دموعها عن البكاء إذا سمعت مصيبة الحسين علي الأكبر القاسم؟ لذا افتح قلبك الليلة واسع إمامك صاحب الأمر. سيدي أنت المعزى يا بقية الله. قال انقصدنا نجيب الماي ونعود، لقينا بطل يم النهار. إلك أنت اقرأ وياي، شبيه ممدود يا بمطروح يم ممزق الجود، يا بو عين عين أصبيها عين أصبيها بسهايم ممرود. قال شفنا بعد نور التلال، خيال النبي يشبه خياله. أريد الحاضر الكل يجاوبني بالحسين عليك، جاوبني من قلبك. يا بجثة ولا جن رايا يا سلالية، شفنا بعياد بالمعركة عجوبة، عريس وجفوف مخضوبة. يا بمثل الكفاين تفصيل ثوبية. أكو امرأة من نساء بني أسد، قالت يا ناس يا عالم، أنا شفت مصيبة بحياتي ما شايفتها ولا سامعة بيها. قال شفنا طفيل متوسد يده، وشفنا سهايم يلمع بجيده. أثاير السهايم خايط وريده. هذا عبد الله الرضيع، الله أكبر. شفنا جسد طايح بكترة كترة دموم، صوب نحرة أثار الجسد آية الكبرى. يا بالحسين شمامة الزهرة. خرج رجال بني أسد إلى مواراة الأجساد، تعلقت بهم النساء. يا بقال قال النساءكم وياكم رايحة، صح يا النساءكم وياكم رايحة. إحسين نعش لا بج ولا صايحة، وين النايحة زينب النايحة؟ ويلي قال النساءكم وياكم رايحة، حسين نعش لا بج ولا صايحة، وزينب النايحة وين النايحة؟ ميسر الحرة بحكم عدوانها. يقول صاروا إلى سماطين، سماط اشتغل أراد أن ينشغل بدفن الأجساد، وآخر صار يراقب بني أمية خشية أن يرجعوا إلى كربلاء. أول ما وصلوا إلى جسد أبي عبد الله الحسين عالجوا، أرادوا أن يرفعوا الجسد الشريف لكن ما استطاعوا، لأن جسد المعصوم لا يدفنه إلا معصوم. الله أكبر. يا ببين ما هم بالملامة وبالجدال، طلع فارس قال شلكم يا الرجال، اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، طائرة من شر وميدها عنها. لما بلغ وصل إليهم الإمام زين العابدين، والله قال هو يوم
اليوم شنه وقوفكم بين الأجساد، كون نيتكم صدق بينون المراد، قالوا ما أنا إمامكم زين العباد. الله أكبر. قالوا حسين التخينا لدفنته، كل جهدنا ولا قدرنا لجثته، انحنى الإمام زين العابدين على جسد أبيه الحسين، نادى ثلاثاً أبا يا حسين. أريد الحاضر يجاوبنا صوت واحد، أبا يا أبا يا، أما الدنيا يا بعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مزهرة. حين ظهري على أبوه والله علم بحاله بحالي، بدال الجفن والتابوت لف بباريه وشاله. الله أكبر. مؤلم مؤلم هذا الشطر. يا بو لم الجسم المطشر ولو جمع وصاله. بعدين قال يا بني أسد، يا رجال بني أسد، ما بقي أحد على أرض كربلاء إلا ودفن. قالوا له نعم يا ابن رسول الله. قالوا لا، هنالك جسد ملقى على شاطئ العلقمي، ذاك جسد أبو الفضل العباس، ذاك جسد أبو الفضل. يقول مضى الإمام زين العابدين إلى جسد عمه العباس، يقول يقوم الإمام تارة ويقع تارة أخرى، لما وصل إلى جسده الشريف يقول نزع الإمام رداءه وصار يجمع أشلاءه شلوا بعد آخر. الله أكبر. يقول له يا عم خلاف، يا عم خلاف، عينك يسرتنا عداك. لا الله أكبر. مؤلم مؤلم هذا الشطر. يا عم خلاف، عينك يسرتنا عداك، لوح المهور وانشر سيفك الفتاك، هذا الواياك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زين ابو كلثوم. هذا الموقف. فأسألك الدعاء. رجع الإمام زين العابدين إلى عمته زينب، عندها سؤال زينب بلوعتها بحسرتها، تقول له عم يا علي السجاد عند وياك بس نشده، يا عم عادة الميت يصير على الترب خده، يا عم شلون دفن تبوك حسين، شلون دفن تبوك حسين وهو راس ما عنده. يقلها بدايا يا الخد حسين، أيوة حسينا صار على الترب نحرة، وخبرج بعد يا عمه ادفنت أنصار أخوك حسين كلهم بعد يا عمه، عساك إن شاء الله تأمنين، التوت وتحسر يا تصاحت علي الأكبر دفن توين، علي الأكبر دفن توين، تدرب والدي حبه شبابه فرقته صعبة. هاي الأبيات أهديها إلى أرواح الشهداء السعداء الأبرار من الحشيد والقوات الأمنية جميعا، شهداء هذه المدينة مدينة اللحظة. يا أياه علي الأكبر يا عم صار ويا حسين أبو قبري. وسألت عن العباس وجاوبه، رفع الزينب يدها يا إلى أحبتها إلى إخوتها الكرام، قالت يا ما يا قعدنا وسولفين أولي يا للمزهر المريت،
علينا يا حيف الليالي اغدرت بينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.